حلو جايز، مساء الخير وحياكم الله في قناتي على اليوتيوب واليوتيوب. معكم محمد دييغو. طبعا تعودتوا دائما ان بالقناة نقدم لكم محتويات تختلف ما بين الالعاب، تسوق، رياكشنز، فيديوهات متنوعة، بس اكثر الاشياء اللي احبها تختص بالفاشن. انا وايد اموت على الملابس، اعشق الملابس، واعتقد يعني اغلبكم شفتوا بقناتي فيديو الكبت، جولة في غرفة ملابسي اللي قالوا ان هذا مول المنصور. يا جماعة كتبوا لي بالكومنت مول المنصور وين صاير بالعراق؟ ليش مول المنصور بالذات؟ يعني هل هو اكبر مول بالعراق ولا شنو؟ بعرف بالكومنتات لان صار دائما اقرا كومنتاتكم. عموما يا جماعة مثل ما انتم متعودين، اذا بصندوق الوصف تحت دائما لقيتوا انستغرامي، سناب شاتي، بين تلقون روابط piece number one piece number two، يعني قطعة رقم واحد قطعة رقم اثنين، معناته هذا تعاون ما بيني وبين الشركة اللي أنا قاعد أعلن لها. لكن إذا ما كان بالوصف تحت موجود، معناته أن هذا الفيديو أنا طالب على حسابي وصورت مشاركة معكم مثل ما قاعد تشوفون هني توه. So اليوم عندنا تعاون مع شركة أنا وايد أحب أتعامل معهم، مع أن أكره لما بالإعلانات يسوون صوتي في الإعلان، ما أدري شلون يتلاعبون بالصوت، هذا اشتريته من 14 وهذا الشيء اللي، فما أدري ليش الله يهداهم مسوين كذي. ها بتنبحين ونعيد تصوير بسبتك مرة ثانية، قاعدة تحت ترى هذه سحيلة. تعالي مينا، تعالي ليش تنبحين وايد؟ ها يلا روحي. سو يا جماعة تعاون مع 4Deal وفي كود خصم إن شاء الله راح يكون خلال الفيديو، خليكم معانا وخلنا نشوف شو اللي طلبته من عندهم وهل يسوى ولا ما يسوى. خلونا ناخذ انترو فيديو اليوم. اوكي جايز، مثل ما شفنا بانترو فيديو اليوم غيرنا الانترو، من كثر ما تتكلمون الانترو طويل غيرناه. حلو كذي؟ عجبكم؟ قصير؟ يلا ما عليه. بطلت البوكس، خلوني ابطل اول قطعة. شيء انا قاعد اشوف انه الهي 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 من الاشياء اللي انا اعشقها. انا اللي ضد سلخ الحيوانات، ف اخذ الفرو الجذبي. قاعد تشوفون كني صرت سيارة قاعد اقحص صح؟ يا الهي طال الملمس، يا ريتكم تلمسون. تكنولوجيا ان شاء الله قريبا راح تتطور يا جماعه، وانه يصيرون تحطون ايدكم بالشاشه وتلمسون الاغراض، وهم في حق العطورات ان شاء الله وتكون تصير صدق كان زين والله حق التسوق. ماي جاد، شوف احس لونه مختلف عن لون اللي بالصوره مثل ما قاعد تشوفونه، لكن هم انا ما احكم على اي قطعه الا لما اجربها. لحد الحين قاعد اشوف ان نعومته وايد حلوه، وايد وايد حلوه، حبيت، فراح يبين معاكم هني. ومثل ما انتم متعودين كذي واو، كذي لا، كذي تصليح. القطعه اللي بعدها اوكي جايز، سو ادري ان اغلبكم اللي متابعيني عدل راح يفهمون ان انا شنو اعشق موضوع التيرتل نكس او الهاي نكس اللي هو القبه الطويله، عجبتني. والخامة هذه هم ما عندي منها، اغلبهم عندي الخامات القطن، بس هذه الاليستيك اللي تصك على الجسم، يعني اذا لبسناها على تصك على الجسم تي قصتها وايد حلوة مرتبة. في منها لونين، قلت اول شيء بطلب الابيض، سوري الاسود، ايش فيني كاج قدامي اسود، وبعدين بطلب الابيض اذا يازت لي. لاني اقرا الوصف، اقرا الوصف، اقروا الوصف على اساس ما تطيحون بمشكلة مع القطع اللي تطلبونها. أنا أشوف هني موفقة، وخامتها من برا إلستيك ومن داخل قطن، حبيت 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 هذه، أنا أشوفها موفقة هني، لكن هني يبين معنا. أوكي هاي شايفها بأكثر من موقع من المواقع الصينية اللي نطلب منهم، لكن 4Deal حصلتها بأحسن سعر من عندهم. حبيت طبعتها، توقعت خامتها شوي أثقل، لكن هم ما بيأظلمها، احسها باللبس راح تطلع وايد احلى وارتب. حلوه حلوه، بس هذا اصغر سايز، يعني ما ادري، يعني الصيني يا انه يجون كبار كبار يا يجون صغار صغار، لكن هم ما راح اقيمها الا في اللبس. انا توقعتها بتكون نظامها بادي، انه يكون شوي صاكع الجسم ومع جاكيت او شيء
يعني تصير وايد حلوه وتكون طبعا تك ان من داخل مع البنطرون. لا هم ما راح اظلمها راح تبين هني معنا يا. طبعا اكيد ما راح اخليها يعني موجوده بس كذي، لا راح اخذها دام هاينك. عندي وايد ساده فقلت خلا اغير شوي اخذ اشياء شوي جريئه يعني طبعاتهم. حسيت طبعتها حلوه. انا طبعا دائما هالملابس هذه اذا بلبسهم البس مثلا كل شيء ساده من برا، بس القطعه هذه الوحيده من داخل هي اللي تكون واضحه الوانها شيء مشيره على اساس تبرز هي اكثر شيء. لان ما ادري يعني تتخيلوا مثلا البس هذه وبنطلون مقلم كمثال، احس ما ادري راح تصير. لا بس صدقون ماش احس انه كبار، احس كبار راح يبينون هني. بس الطبعه حلوه وهذول الطبعات اللي اذا انقسلوا ما يختربون بالاوتي بالمكوى لما نسوي. وهذا طبعا قاعد احاول اقولها بكل اللهجات. باي بعد شو تقولون انتم بلهجات ثانيه؟ احنا نقول اوتي. هذا اللي قاعد تشوفون صورته تحت، احنا نقول عنه اوتي. انتم شنو كتبوا لي بالكومنت تحت؟ ادري 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 بتقولون محمد ايش دعوه طالب كل هاي نكات من عندهم. لا في بعضهم اوت اوف ستوك، كان في وحده صفراء اتينن هاي صورتها قاعدين تشوفونها اوت اوف ستوك. بس هذه حسيتها كنا ثور، صوره ثور او جدي مو يا جماعه ما تحسون كذي؟ بس ما احس انها حلوه. بس ليش قاعد احس انها كبار؟ انا هذول احب اشوفهم بديات. اخذهم حقي. لا عزيزي كل شيء تبي تاخذه حقك. اذا طلع عليه كبير اروح اصلحه. والله اضيجه. صلحش. اي بس هو هذا السايز انا متعمد اخذ سمول، بس انا ادري ان هذه شي سايزها. عرفتوا؟ بس هم يبين هني لا نظلم الشيء الا لما نلبسه. هذه شغله انا تعودت اني انا الصراحه اعلم نفسي فيها. يا مرات يكون غير بالعلاق وبالشيس. اقسم بالله العظيم ان هذه اخر قطعه تيرتل نك هاي نك هاي كولر من هالطلبيه. بس عجبتني، حسيتها ارت، حسيت وايد حلوه. مع ان ترى الوانها صيفيه بس هي هاي نك، عرفتوا يعني احسها ربيعيه. مع ان احنا عندنا بالخليج يعني ما في ربيع، يا صيف يا اشتا، هذا اللي موجود عندنا فقط. اعتقد قاعد يسمعون ملوت مينا. تعالي هني لو سمحتي مينا، مينا لو سمحتي قاعدين نصور، ليش تسوين شي حركات؟ ايش تبي جوني؟ يا ريتكم تشوفون ورا التصوير شنو قاعد يسوون. خلونا من هذول كلهم. هذه الخامه وايد بارده صراحه، الخامه الالستيك اللي تتمقط وفيها قطن. لاني اقرا الوصف للمره الالف اقولها. محمد ليش كل ساعه تقول؟ عشان انتم تقرون وما تتوهقون لما توصل لكم قطعه خامتها مو نفس الصوره. عرفتوا؟ هم نفس الصوره ترى يطلعون بنفس الصور بس الخامه غير. فلاشات، عرفتوا؟ زوايا. فاكيد اكيد اذا الاوادم في ناس نشوفهم بالصج غير وبالصور غير. تبون الاغراض؟ طبعا كالعاده فورديل يحطون الظرف مالهم مال الثانك يو، وان الواحد يقدر يحمل سنابهم وانستغرامهم. اوكي وهم يحطون هني فاتوره ال، خلينا نغطي الاسم بس عشان الملاقيف زين. ملاقيف معناتها فضوليين. بس طبعا الحين ما اقول فضول ملقوف، ترى كلمه مو حلوه تعتبر بالكويتي. كنت قاعد يا الملقوف يعني كنت طبيت فيه. إذا الحين فهمتوا ملقوف بس تعرفون طبيت فيه. في فيديو إن شاء الله قريبا راح أسوي بالقناة مع ضيفة جديدة على اليوتيوب، راح يكون تحدي بيني وبينها اللهجة الكويتية والمصرية والعكس، ترقبوا. أو يمكن نعرض بقناتي، أي ثينك إن نعرض بقناتي، ما أدري ما أدري، شوفوا بالقناة وكتبوا تحت بالكومنت إذا نعرض أو لا حق غيركم اللي ما شافوا. هذه الفاتورة وفي هني شوفوا هذول أوت أوف ستوك للأسف للأسف. ما يخاف، الحين راح أوريكم شيء مو من عوايدي أنا كمحمد ان انا اطلبه، لكن صراحه عجبني. خي يكون موجود عندي، راح تتفاجئون راح تتفاجئون. 3 2 1 طلبت قناع من فورديل. قناع حسيته كواليتيه حلو بس الشعر ابو طقه. بس اكيد بعد قناع يعني منو بتلبسه واحده بتكشخ بالشعر اللي فيه. بس كواليتي الوجه هني حلو، ترى هاي العيون شوفوا بلاستيكه ها والباجي ربر. قناع انابل وايد حبيته وايد حبيته. وفي عندهم بعد اكثر من قناع، لكن هذا ايش اعتبره خطوه غبيه من عندي بصراحه. بس صراحه ما ادري قلت خي يصير عندي شي وتكون اسوي فيه فقره
شوفوا لي كتبوا لي تحت اذا اسوي فيه فقره او لا. ايش تبي محسن؟ احلى شيء ضربته هذا اساسا. لان محسن يموت عليها عند اللعبه مالتها. قولي اذا تبون اسوي فقره فيه. يا اخترعوا لي الفقره بالكومنتس. جوديز 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 يا جماعه. جوديز يعني الاشياء الجميله العجيبه. هذا الست كامل طلبته من عندهم. اقدر البسها كامله وهم اقدر البس كل قطعه بروح. ما توقعت الخامه كذي مع انه مكتوب حتى الفينيشينج من داخل مرتب. اوبا. بس عيبها انه موجوده بسايز واحد في الموقع فقط. سايز واحد تخيلوا. ها هذا البنطلون مالها اعتقد او الفست. لا لا البنطلون. اي شوفوا. اي يابا. طبعا لما اعرض لكم يا اني ترى ما راح البسها انا طقه واحده. لا انا راح البس كل واحد بروح. بس صراحه ليش اخليها صراحه يعني. اوبا 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 اوبا, أوبا. لا, لا 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 حتى هني الفينيشينج وايد مرتب. الخامه يا جماعه الناعمه الحلوه. ويجي معاها بعد شنو اعتقد شفتوه بالصور فالحين اعرضها لكم اللي هو الفست. يا رب تطلع قياسي. هي محطوطه انها شوي مقاربه لقياسي شوي اكبر مني بس ان شاء الله تطلع تمام. الفست جبار. محسنه قاعد تشوف الفينيشينج ماله. الفينيشينج نظيف صح؟ الفست صح؟ حتى البنطرون حلو. كلها كلها من عينك طاح البنطرون. لا حلو. مين هي مين هي مين هي؟ انا تقييمي لها وايد جبار. مس يعني صاير فيني الحين بس ابي بس اشوفها. انتوا قاعد تشوفونها هني. ابي اشوفها باللبس. من زمان ما طلبت اشياء حق جوني ومينا وتشيكو لكن طلبت لهم شوز. تدرون اشتا عندنا وشوي مطره برا وكذي. هذول رين بوتس ربر. شوفوا طلبت هذا اللون. اوكي راح تشوفونهم انا ملبس مينا وجوني. وطلبت هذا اللون. طبعا الفسفوري اعتقد اني راح احطه حق ما ادري راح تشوفونهم هني لابسينها لابسينهم. وهذا اللون الازرق شوفوا احس حلوين حلوين. واللون الوردي طبعا اكيد راح تاخذه المسعده سحيله العوده مينا. طبعا طالبهم سمول لان ريو اللي عندي صغيره. شنو قاعد طالعه تبي؟ تعال جوني تعال تعال خليني اوريكم جوني. تعال تعال تعال. كم ركض تشيكو ركض تشيكو. ايه يا جماعه للاسف تشيكو كلبي في سكر وصرع. توني اكتشفت هالشيء هذا. ياب الكلاب يصير فيهم هالامراض هذه. وايد حزنت عليه. شوفوا انا عندي حق مينا وتشيكو وجوني ليش. ليش اللي هو يربطون فيه على اساس يمشون. بس هذا وايد عجبني مع اجنحه اصفر وردي. هو حق قطاوه ترى تدري؟ حق قطاوه. بس انا لان كلابي احجامهم صغيره فاضطريت ان انا اخذ لهم الليش مال القطوه لان منطقه البص مثل ما انا علمتكم حق اوادم وحيوانات لازم تنقاس على اساس تعرفون السايز الصح. ماكم شغل بميديوم سمول ولارج لا بالمتر تعرفون قياس الصحيح لانه ينكتب بالبست. كواليتيهم حلو حلو كواليتيهم. يا يعني حتى هذول شوفوا من هني صايرين ناعمين الاجنحه راح يبينون معاكم هني. بس انا وايد عاجبني ابي اشوف الاصفر على تشيكو شلون راح يصير شكله. اخر قطعه هذه سلمكم الله محطوطه في سلتي من فورديل من اول ما عرفت شيء اسمه فورديل. هذا المشط ما ادري ايش قررت اني اخذه. حلو محسنه حلو صح؟ شوف حديد. مو بلاستيك. لا حديد. حلو. مكتوب ذا مان تايمز. شوف شوف الكواليتي ماله. حلو حبيته. يعني مثلا شي بالجنطه. بس مشكور ما ابي مو حقك حقي انا خربت التصور اللي انا كنت بحطه براسي. يا حبيت. وبكذي يا جماعة يكون فيديونا لليوم خلص. كلكم تبون كود الخصم. هذا هو كود الخصم اللي قاعد يظهر معاكم. تقدرون تستخدمونه يخصم لكم عن طريق مشترياتكم من موقع فورديل. ولا تنسون تدعمونا يا جماعة في سبسكرايب للقناة. تحطون لايك حق هذا المقطع وتفعلون الجرس على أساس يوصل لكم كل محتوى جديد. شكرا لهذا الكومنت
اللي قاعد يطلع هني. Thank you so much على الكلام الطيب، ما قصرتوا، بوسة على الراس من فوق. نشوفكم فيديوهات قادمة، وإذا حابين هذا انستغرامي وهذا سناب شاتي، وهم موجودين برابط الوصف، والصور اللي طلعت بالفيديو إذا تبي تشوفونهم أوضح موجودين في أكاونتي بالانستغرام. وبس هذا أقدر أقول لكم إياه. نشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم. Much love and respect. وهذه بوسة لكم. شو باباي 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 باباي.